غير مسبوق. طيب عمرو حسن رجع لنا مره تانية. عمرو، بتكلم عن مطالبه الاهلي بتاجيل مباراته الاولى في السوبر امام سيراميكا كليوباترا لمده 24 ساعه، ومن ثم ايضا المباراه الثانيه. هل وصل للاهلي اخبار عن الاستجابه للطلب من عدمه، ولا بيتعاملوا ازاي مع هذا الامر حتى الان؟ لا، هو النادي الاهلي بقى عمل البيان ده. طبعا البيان خرج بعد المده المحدده للاعلاميين، فما عرفناش نسال ما وراء هذا البيان يعني. فالنادي الاهلي عمل ده بعد ما تم تاجيل الجوله بتاعت الدوري بتاعت 2 يناير عشان اللعيبه تريح بناء على طلب المدير الفني منتخب مصر روي فيتوريا. فبالتالي هو شايف ان في الرحله هتبقى مجهده جدا للاعيبه النادي الاهلي. انه هيطلع 22، خلص 22، يسافر 23، يتمرن تمرين 24، يلعب 25. هو ده، دي المبررات. لكن انا من وجهه نظري، انا ده رايي انا الشخصي، انه انت في الاول وفي الاخر النادي الاهلي كان عارف المواعيد ومرتب مواعيده على هذا الاساس، حتى لو الجوله ما كانتش اتاجلت. تمام. فبالتالي وهو هنا بيلعب المباريات مضغوطه، يعني حتى في المباريات بتاعه الكاس العالم للانديه بيلعب مش كل 72 ساعه، يعني اقل من 72 ساعه. فبالتالي الاهلي متعود على الاجواء دي، فطلب التاجيل يعني غير منطقي، خصوصا اعتقد كمان السوبر الاماراتي يوم 29، فترحيل السوبر المصري يوم هيرحل النهائي او المركز الثالث والرابع ليوم اللي هو هيبقى يوم 29. فما اظنش ان ما اعرفش هيتم الموافقه عليه ولا لا، لكن اعتقد ان هو هيبقى صعب يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز عمرو حسن من المملكة العربية السعودية. ده كان بيان النادي الأهلي. الأهلي يعني عنده حق في ضغط المباريات وكثرة البطولات اللي هو بيشارك فيها، سواء كان في كأس السوبر الإفريقي وبعدها السوبر ليج بشكله الجديد ومباريات الدوري والكأس اللي قالوا في البيان، أنا معاه تماما. لكن هل المواعيد طبعا معلنة مسبقا، وممكن الاهلي عارف ان هو يعني دايما الاهلي لما بيدخل اي بطوله بيلعب على ان هو يصل الى ابعد مدى فيها. فزي ما قال عمرو ان السوبر الاماراتي يوم 29، فعشان اللي انا اجل يوم يعني هيحصل ضرب كبير جدا في الامارات العربيه الشقيقه، الى جانب ان في تعاقدات وفي قنوات هتنقل والناس عامله استعداداتها وفي فنادق وفي فرق سافرت، وفي يعني سيراميكا كليوباترا مسافر من يوم 17، بيراميدز هيسافر فيوتشر. فبالتالي هل سيتم الاستجابه من عدمه؟ ما اقدرش اتكلم، لكن اكيد الاطراف كلها سواء مجلس ابو ظبي للرياضه، الشركه المتحده اللي راعيه واللي بتنظم هذا الامر مع الاتحاد المصري لكره القدم، والاتحاد هيبقى في مداولات للتشاور في هذا الامر. هل يتم الموافقه عليه او لا؟ ما اقدرش انا اتكلم فيه اطلاقا، وان كان الامر يبدو صعبا.